فتره اللي مضت يعني مال الاولمبيات البطولات كذي، فهذه يحتاج لها حلقه خاصه حتى تقدر اما لقاء تتكلم بجزئيات بسيطه انا اعتقد ما راح تنطي خلينا نقول كل القيمه وكل المعلومات اللي موجوده عندك حتى تقنع الاخرين، هو هذا الابتعاد. فانا ان شاء الله قريبا اظهر الابتعاد نتيجة الضغط الجماهيري اللي صار بعد الفار. ابدا انا اتكلم عن نفسي، لا اتاثر بجمهور ولا تأثر بإعلام، لأن هي هذا عمل الجمهور، هذا عمل الإعلام. إذا أنت ما تعمل تحت الضغط أنا أعتقد يجب أن تتنحى جانبا وتبتعد عن العمل. هذا العمل هو تحت الضغط كله، لكن ليس هذا السبب الرئيسي. يعني أولمبياد باريس حضرتك عملت تحت الضغط، وهي كل الفترة اللي تعملها كلها تحت الضغط. أنا من بداية تدرب واتحدى الآن كلها تحت الضغط.